في شمال مصر وشرق الدلتا داخل المثلث الخصيب لا تخطئ العين واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية وهي جامعة المنصورة، وفي القلب منها تقع كلية الزراعة، واحدة من أقدم وعرق الكليات في مصر والمنطقة العربية، والتي بدأت بالعمل عام 1965 تحت مسمى المعهد العالي الزراعي بالمنصورة، ثم وصدر القرار الجمهوري رقم 542 بإنشاء الكلية عام 1974. وفي عام 2015 تم اعتماد الكلية بقرار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 144، وتضم الكلية 6 مباني تخدم العملية التعليمية والبحثية. تعمل الكلية في نطاق الجامعة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة الشاملة رؤية مصر 2030 من خلال إتاحة التعليم للجميع وضمان جودته وتطوير البنية التحتية الرقمية والتطوير المستمر في البنية التحتية للمعامل والمختبرات لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، وتسعى دائما للتواصل مع العديد من المؤسسات والهيئات والأفراد في شركات لمعرفة احتياجاتهم في الخريج، وذلك لوضع منظومة مستدامة لمساعدة الخريجين في التوظيف. تقديم منتجات غذائية للمواطنين من داخل وخارج الجامعات بأسعار ميسرة لتحسين مستوى معيشة الفرد والحد من الفقر. الاستثمار في البشر ونشر ثقافة الإبداع والابتكار ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية ودعم الطلاب غير القادرين وإثابة الطلاب المتفوقين. تضم الكلية العديد من القاعات التدريسية الكبيرة والصغيرة والمعامل التعليمية والبحثية والمجهزة بالوسائل التعليمية اللازمة لرفع فعالية العملية التعليمية والبحثية، حيث تضم الكلية 2 قاعة تدريسية كبيرة بالإضافة إلى 9 قاعات تدريسية للأعداد المتوسطة والصغيرة، كما يوجد معمل للحاسب الآلي بالكلية. وحديثا تم تزويد القاعات التدريسية بشاشات ذكية وتركيب أجهزة تقوية للواي فاي. وتضم الكلية مكتبة ضخمة تمثل قلب الكلية وأداتها الأساسية في إنجاح العمليتين التعليمية والبحثية. وتضم المكتبة أندر وأحدث الكتب والدوريات العربية والأجنبية في المجال الزراعي والتي يتم تحديثها سنويا. نسعى إلى الحفاظ على التنمية والمحافظة على البيئة من خلال تنفيذ مشاريع مثلا تهدف للقضاء على نبات الهالوك ومقاومة أمراض البذور واستخدام الزراعة العضوية في الصوب وتعظيم استخدام المكافحة الحيوية في الصوب والاعتماد على الطاقة المتجددة في المزارع والصوب الزراعية التابعة للكلية وإجراء بحوث على نظم الصرف والري الحديثة ومقاومة ورد النيل واستحداث أصناف نباتية مقاومة للجفاف في محاولة للحد من إهدار المياه وتعظيم إنتاجية الأراضي، بالإضافة إلى نشر وتعميم تلك الثقافة على المزارعين والإدارات الزراعية من خلال القوافل الإرشادية التي تقوم بها الكلية بانتظام. تضم الكلية معامل بحثية وتعليمية مجهزة بشكل راق ومميز، وفي القلب منها وحدة الميكروسكوب الإلكتروني والتصوير الجزئي الكائن بكلية الزراعة، والتي تم افتتاحها بتكلفة 7 مليون جنيه، لتعد الوحدة الأحدث على مستوى الجامعات المصرية، والتي تضم أحدث الأجهزة العلمية والتي تخدم البحث العلمي بالجامعات المصرية والمؤسسات الصناعية في مصر والوطن العربي في علوم النانو تكنولوجي والفيزياء والبيولوجي والكائنات الدقيقة وخلايا الأنسجة. وتقوم الوحدة بتنظيم دورات تدريبية عامة ومتخصصة لطلاب الباحثين والعاملين في مجال الصناعة. كما يوجد بالكلية المعمل المركزي والذي يضم العديد من المعامل البحثية المتميزة مثل معمل أمراض البذور والأنسجة الحاصل على شهادة الأيزو 17025 من المجلس الوطني للاعتماد IJAG، حيث يضم المعمل العديد من الأجهزة العلمية المتقدمة لخدمة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية والوطن العربي
ويقدم المعمل أفضل الخدمات من خلال سرعة الأداء ودقة النتائج طبقا لمواصفات الآيزو، ويستخدم المعمل أحدث تكنولوجيا التشخيص والتعريف، ويقدم المعمل اختبارات خاصة ومعتمدة دوليا لشركات إنتاج البذور والمصدرين. ومن المعامل المتميزة أيضا معمل خصوبة الأراضي ومراقبة جودة الأسمدة، والذي يقدم خدمات بحثية واستشارية وتدريبية لكافة المستفيدين. من المشاريع المهمة بالكلية مشروع إنتاج بعض أنواع الخضر بأسلوب الزراعة العضوية الحيوية في الأراضي حديثة الاستصلاح. هذا المشروع تم تمويله من البنك الدولي، مركز التجارب والبحوث الزراعية بكلية الزراعة جامعة المنصورة، ويضم المركز 12 وحدة فرعية ذات طابع خاص، ومن أهمها وحدة منتجات الألبان ووحدة المخبوزات ووحدة الدواجن، والتي تساهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين. كما تحتوي الكلية على مزارع بستانية لإنتاج الفاكهة والخضر، وصوب بلاستيكية لإنتاج الخضر بأسلوب الزراعة العضوية، ومشتل لنباتات الزينة الذي يخدم الجامعة، بالإضافة إلى مزارع أخرى للفاكهة ومزارع سمكية بمركز التجارب بمنطقة كلبش وزيانة التابع للمركز الرئيسي بالكلية. وقد حصلت الكلية على العديد من المشروعات البحثية الممولة محليا ودوليا، وتعد البحوث التي تنجزها الكلية هي أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم التصنيف المحلي والعالمي، حيث أنه خلال العامين السابقين تم إدراج جامعة المنصورة لأول مرة في التصنيفات العالمية في تخصص العلوم الزراعية وفق تصنيف شنغهاي، وأيضا بتصنيف التايمز البريطاني.